سيدنا علي له كلمة يقول سوق المسلمين كمصلى المصلين، سوق المسلمين كمصلى المصلين، لأن الأمانة فيه والإخلاص فيه وأداء الحقوق فيه والعمل بالشريعة فيه والذكر فيه والقرآن فيه، وسط أسواق المسلمين هكذا كانت أسواق المسلمين. قبل 50 سنة، 50 سنة بس ما هو بعيد، تجار في مكة وفي المدينة جنب الحرم حقهم البساط ومحلات البيع، كل واحد عنده في مكانه قرآن ودلائل الخيرات، يقرأ القرآن يصلي على النبي، وسط الدكان حقه جالس كلهم بين المغرب والعشاء كلهم في الحرم، بعد صلاة الصبح كل يوم هم في الحرم إلى الإشراق يصلون الإشراق، يسلم على النبي يخرج يفتح الدكان حقه ويجلس يقرأ، وإذا جاء الزبون يتكلم معه ويعطيه حاجته، إذا جاء الزبون ثاني يقول اسمع جاري هنا عاد ما استفتح يوم ما حد جاء عنده، أنا قلت جاء واحد أنت روح عند هذا اشتر من هذا. يجي وقت صلاة الظهر عندهم البساط بعضه ذهب عندهم يحط الخرقة هكذا ويروح يصلي محل آمن مطمئن، ما حد يصرف لا ذهب ولا غيره يصرف ولا أي شيء، ويرسل ويرجع إلى سوقه بهذا الحال، سوق المسلمين كمصلى المصلين.